الحمد لله رب العالمين الذي قص علينا القصص الحق وجعل فيها تذكرة وعبرة وتنمية لإدراك الحقائق وتبيانا لشؤون هذه الخليقة وما يطرأ عليها وما يؤول أمرها إليه. له الحمد والمنة، ونسأله السلامة من كل فتنة، وأن يجعلنا من أهل الوعي والإدراك والتذكر والفطنة، ونسأله الصلاة والسلام على نبيه المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه وآبائه وإخوانه من النبيين والمرسلين وآلهم وأصحابهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا في تتبعنا للقصص القرآني وتدبرنا وتأملنا فيما قص علينا مولانا وخالقنا جل جلاله وتعالى في علاه، نتابع ذكرى هذه القصص كما أشار إليها في كتابه العزيز، وقد مررنا على ما كان مما قص الله علينا في سورة البقرة، وابتدانا ببعض القصص في سورة آل عمران، حتى انتهينا إلى ما قص علينا من خبر سيدنا عيسى بن مريم في شان رسالته بعد أن قص علينا ولادة أمه مريم وما كان من شان كفالتها وما كان من الكرامات التي أظهرها لها وما كان من خطاب الملائكة إياها. ذكرنا في هذه الآيات برسالة سيدنا عيسى بن مريم التي حملها عن الله تعالى ليؤدي الأمانة على ظهر الأرض في بلاغ بني إسرائيل ما نبأه وأرسله به الإله الحق جل جلاله وتعالى في علاه، ورسولا إلى بني إسرائيل فيما قص سبحانه وتعالى في الجواب على سيدتنا مريم، وهي تقول: ربي أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر. قال لها الملك بأمر الله تبارك وتعالى، يجيب عليها سيدنا جبريل: كذلك الله يخلق ما يشاء، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وهذا الولد الذي بشرت به يعلمه في قراءة: ونعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل. فأنبئت السيدة مريم عليها السلام أن ما كتب الله تعالى من حملها بهذا الولد، أن لهذا الولد شانا، وذكر لها من شؤونه ومكانته أن الله يعلمه الكتاب. فأي كتاب يعلمه الله سيدنا عيسى؟ يعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. فكان المراد بالكتاب أن يعلمه الكتابة وما يكتب وما حوته الكتب وكيفية الكتابة والقراءة. وبذلك جاء عن جماعة من السلف أنه من أيام صغره ذهبت به أمه إلى كتاب، فكان يسابق المعلم ويتلو ما يريد أن يقرأه ويقرأ الحرف بعد الحرف قبل أن يقرأه المعلم، حتى صار يسأل المعلم عن أمور لا يعلمها فيجيبه. فدعا مريم وقال: كيف أعلم من هو أعلم مني؟ هذا ابنك أعلم مني،
قالت فدعه مع الصبيان. قال فدعيه، وكان يكرمه ويقربه، فكان يكلم الصبيان ببعض ما أطلعه الله تبارك وتعالى عليه من شان ما يدخر في البيوت وما أكلوا قبل مجيئهم حتى بدا ظهور أمره. فإنه متى نبئ سيدنا عيسى ونحن نقرأ في سورة مريم أنه قال في خطبته التي خطبها وهو في المهد: إني عبد الله أتاني الكتاب وجعلني نبيا. وهذا راجع إلى ما سبق في أمر الله من تنبئته وإرساله، ولكن تحمل شأن الرسالة إما كان من أيام الصبا فيكون مثله مثل سيدنا يحيى وآتيناه الحكم صبيا، أو كان ذلك عند بلوغه الثلاثين كما هو الأشبه، بل أغلب الأنبياء لا يبعث أحدهم إلا بعد الأربعين. ومن أقرب ما ورد في قصة سيدنا عيسى أن نبوته كانت هو ابن ثلاثين، وأقام بعد النبوة 3 سنين بين القوم يعالج أوضاعهم ويبلغهم رسالة ربه حتى اجتمعوا على قتله، فكان بعد ذلك شأن رفعه وهو ابن 33 سنة. ويعلمه الكتاب، وبتعلم الكتاب الذي هو مجال من سنة الله في الحياة لاتساع المعرفة والعلم ولاتساع الإدراك، فوجود علم الكتاب أي معرفة الكتابة والقراءة وسيلة قوية لاتساع العلم والفهم وإدراك أشياء كثيرة. فهيأه الله سبحانه وتعالى بتعليم الكتاب، ثم فتح له باب الحكمة وهي إدراك حقائق الأشياء ووضع الأشياء في موضعها، نعلمه الكتاب والحكمة. ثم كان تعليم التوراة وهو الكتاب الذي نزل على سيدنا موسى من قبل ليطلع على ما كان بلغ موسى قومه وما تركهم عليه، ثم كان الوحي إليه بالإنجيل على كمال في مداركه ومعارفه. فإذا كان هذا الترتيب في من اختارهم الله تعالى من أصفيائه لاتساع العلوم، فينبغي أن تفقه الأمة حكمة الله تبارك وتعالى في ربط الأشياء ببعضها واتخاذ الوسائل والأسباب للوصول إلى الرقي من مراتب العلم، مراتب الفهم، مراتب حسن المعالجة للأمور، فيتدرجون فيها تدرجا. نعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، وحينئذ يتهيأ لحمل الأمانة الكبيرة ورسولا إلى بني إسرائيل. ولهذا المعنى جاءنا أن نبينا صلى الله عليه وسلم جعل في فداء أهل بدر، أن من عجز عن تسليم الفداء من الأسرى جعل فداءه من كان يعرف القراءة والكتابة أن يعلم 10 من أبناء الأنصار القراءة والكتابة، فإذا علموا القراءة والكتابة على يده كان ذلك فداؤه وإطلاقه مقابل ذلك. ففيه اعتناء نبينا صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله بشأن هذه الكتابة والقراءة لما يترتب عليها من منافع كثيرة. وهذا مع ما يقيم لنا من أهمية الانتباه من القراءة والكتابة، أيضا يحمل لنا في طيه الاختيار، نختار ما نقرأ، نختار ما نكتب، فإن ذلك مندرج تحت المسؤولية وتحت عموم التأثيرات الإيجابية والسلبية لمختلف الوسائل. فإن مختلف وسائل الرقي إلى الخير قد تستعمل عين تلك الوسائل في الانحدار إلى الشر،
مختلف الوسائل التي يترتب عليها صلاح وفلاح ونجاح في الأمة بنفس تلك الوسائل، إذا أسيء استخدامها أو انعكس أو انحرف تكون بعينها وسيلة إلى الفساد وإلى السقوط وإلى الفشل وإلى الهلكة والعياذ بالله تبارك وتعالى. إذا علم ذلك علمنا مما قص الله سبحانه وتعالى علينا أن المهمة شان الاختيار، فتعلم عيسى الكتاب، فأي شيء كان يكتب وبأي شيء كان ينطق وماذا كان يحب أن يقرأ. فمسألة هذا الاختيار والتحكم فيما يختار أساس كبير في إنقاذ الفرد والجماعة والأمة من أنواع الشرور والمفاسد والبلايا. فإن من الخطر الكبير الاسترسال وراء ما يشاهد وما يقرأ وما يكتب بعيدا عن حقائق مسؤوليتي، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، وعن مسؤولية حركة اليد الذي كان يتنبأ لها الشعراء في الأمة ويقولون فلا تكتب بخطك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه، يموت المرء مهما عاش دهرا ويبقى الدهر ما كتبت يداه، فلا تكتب بخطك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه. إذا عرض عليك وقبلت به في القيامة فرحت، فإن القلم أحد اللسانين كما يقول، فهو أيضا تترتب عليه مسؤولية، بل تكون مسؤوليته أكبر من حيث أن ما يخط به يبقى أطول ويبقى أيضا تجدد الأثر به من واحد إلى واحد أشد من مجرد نقل الكلام الذي يتعرض للنسيان وللتغيير وللتحريف، ولكن وجوده في الكتابة يؤكد وجود ذلك الأثر لما كتب إن خيرا وإن شر. فكذلك ينبغي مسألة العناية بالاختيار فيما يطلع عليه، فيما يكتب، فيما يقرأ، بل في عموم ما تقع عليه الأبصار، عموم ما يجلج عبر الأسماع إلى ساحات القلوب، عموم ما يحرر الناس من أقوال تكون فوق النطق بها مكتوبة مسجلة بخطوط أيديهم يسألهم الحق تبارك وتعالى عنها. فبذلك ينبغي أن نتخذ من علم الكتاب سلما للصلاح، للاستقامة، للنفع، لنشر الفائدة بين الأمة. ونعلمه الكتاب والحكمة، ونأخذ من الحكمة إدراك الشيء على ما هو عليه، وضع الأشياء في موضعها، الامتداد إلى إدراك حقائق الأمور. وهنا نعلم نحن معشر الأمة أن السمو والرفعة أو القمة التي يمكن أن ننتهي إليها في إدراك حقائق الأمور أن نربطها بما أوحى الله، أن نربطها بما علمنا الله، أن نربطها بما بلغنا رسوله صلى الله عليه وسلم، أن نفتح آذان قلوبنا عند تأملنا لشيء وفتح مداركنا لنصل إلى الحقيقة، أن نفتح مسامع قلوبنا وآذان قلوبنا لما قال الله فيما يتعلق بهذا أو يرتبط به أو يتصل به بوجه من الوجوه. فهذا بالنسبة لنا حصن حصين من أن نضل أو أن نزل أو أن نقع في إعداد أو في اعتبار الوهم علم، اعتبار الظن يقين وحقيقة، فيما يقع فيه كثير من الناس، فيما يطلق عليه أحيانا بأن أنه علمي، فيقال نظرية علمية، نظرية علمية. فكثيرا ما تكون في هذه النظريات بعد ذلك أن تبطل وأن
يتبين خطأها، وذلك لما قامت عليه من الوهم والظن عند صاحبها. فحسننا من مثل ذلك أن نربط شؤوننا بحسن الإصغاء إلى وحي الله وإلى بلاغات رسوله، وهذا يقتضي منا أنه عند خوضنا في مختلف العلوم على ظهر الأرض أن نكون أرباب صفاء وسمو في ربطها بما جاء، ويقتضي هذا الربط أن نكون قد اتسع اطلاعنا وقد أخذنا نصيبنا من علم الكتاب والسنة، حتى نستطيع أن نهتدي من هذا النور بما يتناسب مع ما نأخذه من المعلومات، بما نأخذه من المفاهيم، ما نأخذه من أنواع العلوم التي تصادفنا على ظهر الأرض، فنأخذ من نور الوحي ما عسى أن يكون عصمة لنا من الظن والوهم والخطأ، ونعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. وهذه المهمة أيضا قد لعب بالعقول فيها لعبا كثيرا في واقع الأمة، حتى أقبلوا بالكليات أحيانا على أخذ بعض المعلومات منقطعين تماما عما يتصل بها وعما يرتبط ويتعلق بها بوجه من الوجوه مما جاء في القرآن الكريم ومما جاء على لسان النبي العظيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبهذا نعلم أنه عند اتساعنا في أي فن من فنون العلم يجب أن يسبقه نصيب وافر من اتساعنا في فهم النص الوارد، في فهم ما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله، وحينئذ نأخذ العلم على أمن، ونأخذ العلم على حصانة ووقاية من أن تنقلب بنا الموازين أو أن نضل مع من يضل، وهكذا كما انفتحت لنا أبواب الاستفادة من مختلف الوسائل والأساليب ومن مختلف ما تتوصل إليه العقول البشرية، لكن لنا مع هذا كله أساسا نرجع إليه وأصلا نعتمد عليه، فكل ما خالفه أيقنا أنه ليس بعلم وليس بحقيقة. وهكذا ومن أحسن بيانا من الرحمن الذي خلق الإنسان علمه البيان وأنزل القرآن تبيانا لكل شيء، ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل. يكون في هذه الرسالة ملخصات عن مهماتي في القيام بهذه الرسالة، أني ورسولا إلى بني إسرائيل، يقول سبحانه وتعالى على لسان عبده عيسى أني قد جئتكم بآية من ربكم، أني قد جئتكم بآية من ربكم. وهنا إقامة الحجة وتيسير السبيل للعقل الإنساني والفكر الإنساني أن يهتدي أو أن يسلم للحق بإقامة الدليل ووجود الآية، أني قد جئتكم بآية من ربكم. وذكر ما خصه الله به من الآيات المناسبة لزمانه وأهل زمانه وما كان عندهم من شان ذلك الاتساع في الطب، فكان هذا قيام الحجة لسيدنا المسيح عيسى بن مريم على نبينا وعلى أفضل الصلاة والسلام، وتوطئة السبيل وتمهيد الطريق وتيسير الفهم والإدراك لعقول من أرسل إليهم من بني إسرائيل صلوات الله على نبينا وعليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وآلهم وأصحابهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وسع الله لنا الفهم فيما أوحى والوعي لما أبدى على لسان رسوله المصطفى، وجعلنا بذلك من المستنيرين الموفقين، والحمد لله رب العالمين.